مع اكتمال القمر يصادف عيد منتصف الخريف 15 من الشهر الثامن في التقويم القمري الصيني، وقد ظهر مصطلح منتصف الخريف أو تشونجيو لأول مرة كنقش على عظام أوراكل قبل 3000 عام، وقد بدأت الاحتفالات بهذا العيد على نطاق واسع سواء في البلاط الإمبراطوري أو بين عامة المزارعين في أوائل إمبراطورية تانغ في القرن الثامن. وعلى مر القرون طور الناس عادات مختلفة من عبادة القمر إلى أكل كعك القمر، وكذلك إضاءة الفوانيس وشرب نبيذ أوسمانثوس الحلو وتقديم التهاني والتمنيات بحصاد جيد وحياة سعيدة. في عام 2006 أدرج مجلس الدولة الصيني عيد منتصف الخريف في الدفعة الأولى من التراث الثقافي غير المادي الوطني، وأصبح عطلة رسمية في البر الرئيسي الصيني منذ عام 2008. يعتبر البدر رمزاً للم الشمل، وبالنسبة لأولئك البعيدين عن مسقط رأسهم فهو تذكير مثالي لإعادة الاتصال بأحبائهم وأهمية صلة الرحم.